في حصيلة هي الأكبر منذ 3 سنوات، أكثر من 200 شخص بين قتيل وجريح نتيجة تفجيرين انتحاريين استهدفا منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. مصادر أمنية أشارت إلى أن انتحاريين يرتديان حزامين نسفين دخلا سيرا على الأقدام إلى أحد شوارع منطقة برج البراجنة، حيث أقدما على تفجير نفسهما بالقرب من مركز تجاري بفارق 7 دقائق بينهما. معلومات أخرى أشارت إلى أن أحد الانتحاريين كان ينوي دخول أحد المساجد في المنطقة، إلا أنه منع من قبل أحد المواطنين، ما دفعه إلى تفجير نفسه قبل التمكن من دخول المسجد. فيما ذكرت معلومات أن انتحاريا ثالثا قتل نتيجة أحد التفجيرين. وفي وقت فرضت القوى الأمنية إجراءات مشددة في المنطقة، مستشفيات البرج وبهمن والرسول الأعظم القريبة من موقع الانفجارين وجهت نداءات إلى المواطنين للتبرع بالدم. يذكر أن منطقة الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقلا لحزب الله كانت استهدفت بتفجيرات عدة في العامين الماضيين على خلفية تدخل الحزب في الحرب السورية، وكان أكثر التفجيرات دموية التفجير الذي وقع في منطقة الرويس نتيجة سيارة مفخخة في منتصف آب أغسطس عام 2013، ما أدى يومها إلى مقتل 27 شخصاً.